رسالة إلى الأمن الوطني الموقر والرأي العام المصري. أنا فنان اتفصلت من شغلي علشان خاطر منشور على الفيسبوك اسمه ألم قصة، اسمها ألم المعلم يعلم. هذه القصة عن شخص مسلم تحول إلى المسيحية. هذه القصة أنا الحكم الثاني إن أنا ازدراء دينين، أول حكم كان ازدراء دين إسلامي، ثاني حكم كان ازدراء دينين. أنا فخور بإن أنا لأن أنا عندي حيدة وتجرد، أنا مش منتصر لدين. ثانيا أنا راجل مسلم وموحد بالله حسب البطاقة وحسب الإيمان وحسب إن هو ده مفيش دين أحسن من دين، فأنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، تمام؟ هذه القصة أنا لما كتبتها في اغتصاب ديني في مصر، والأمن الوطني يعلم ذلك، وما حدث معي في كفر الدوار ينم عن ذلك، والقصة بتاعتي بتاعت كفر الدوار بتحكي ما حدث معي في كفر الدوار التعليمية. أنا شخص أؤمن بالعلم وأؤمن بالإنسانية وما عنديش فرق بين مسلم ولا مسيحي، وبحب الرئيس السيسي وبحب سنارة رئيس السيسي، ومش عايز اغير بطاقتي في الديانة، ومش عايز اعمل اي مشكلة، ومفيش اي مشكلة حصلت نهائي. ولكن انا مش عايز اغتصب دينيا كما حادث في مصر. يعني ايه اغتصب دينيا؟ يعني ان انا اجبر على الدين او اجبر على حاحة او اجبر على هذا الشكل. مش عايز حد يتدخل بيني وبين ربنا، عايز يبقى فيه احترام للديانة واحترام لحرية العقيدة كما هو الحال لأي إنسان. بس أنتم تعلمون ذلك، وهناك متطفلين أريد لا يتكلموا بتحديد النظمي وهيكل، دول هم مثلث الشر ويهوذا، أنا مش عايز أعرفهم. أما سيادة النقيب أرجوك أن تراجع نفسك وأن تراجع ضميرك وتراجع فنك، لأنك أنت مضطهدني من ساعة تخرجي ومن ساعة أنت تعلم كل القصة بتاعتي وتضطهدني. بس أنا أنتصر للإنسانية وأنتصر للحق وأنتصر لحرية العقيدة وأنتصر للأديان كلها جميعا، ومش عايز أنا أغير حاجة، لكن عايز احترام للإنسان ولا يتدخل فرد بين الإنسان وربه وبين الإنسان ودينه. بس شكرا. وهناك حرية تعبير وحرية رأي مكفولة حسب الدستور وحسب القوانين.